إطلاق الشبكات البحثية الأكاديمية شكل نجاحاً كبيراً في ربط شطري الوطن وجمع أكاديميين وتقنيين من الضفة وغزة في إطار مشروع لربط الجامعات الفلسطينية وتسهيل الوصول إلى المعلومات. بتسهل إنه كل المعلومات الموجودة بجامعة بتروح للجامعة الثانية. ممكن يعني طلبة من الجامعة الإسلامية في غزة يحضروا محاضرة عبر الشبكة عن طريق الفيديو أو حتى عن طريق الاتصالات البسيطة محاضرات في جامعة بيرزيت أو أي جامعة أخرى في فلسطين. حصول على المعلومات وعلى المشاريع البحثية والعملية المشاركة في الأبحاث العلمية. المشروع يهدف إلى تنسيق العمل وتبادل الأفكار والخبرات بين مختلف الجامعات والكليات الفلسطينية مع بعضها وما بين الجامعات في الخارج، وقد جرى البدء به عام 2005 بدعم حكومي ومساهمة شركة الاتصالات الفلسطينية. الآن الباحث في الجامعات الفلسطينية له نفس القدرة على الوصول إلى مصادر البحث اللي موجودة في الجامعات الأوروبية من خلال شبكة الألياف الضوئية التابعة لشركة الاتصالات الفلسطينية. العبء الأكبر في تنفيذ المشروع يقع على عاتق الجامعات في الاستفادة من التكنولوجيا المتوفرة ومساعدة الباحثين في تطوير وتحديث سبل تبادل المعلومات، إلى جانب استفادة عدد من الوزارات من الشبكة البحثية مثل وزارة الصحة. ما هو الأهم في الحالة الفلسطينية أن الموارد محدودة جدا لكافة الجامعات، ومن الضروري تجميع الموارد وبوتقتها في أطر مشتركة لنتمكن من توفير إمكانيات بحثية ووسائل بحث ومواد بحث على مستوى عالي. ويأتي مشروع الشبكة البحثية الإلكترونية بعد تنفيذ مشروع شبكة المدارس النموذجية الذي هدف إلى تطوير أساليب التدريس ورفع القدرات الإبداعية والتفكير النقدي لدى الطلبة. كمان هي هاي الشبكة مستقبلاً راح ترتبط مع الشبكة العربية البحثية، وأيضاً إحنا مربوطة مع الشبكة اليوروميد كونكت، يعني اللي هي شبكة بحثية أوروبية. يأمل القائمون على مشروع الشبكة البحثية أن يساهم بشكل كبير في فتح آفاق واسعة للباحثين الفلسطينيين كي يتواصلوا مع أقرانهم حول العالم، وهم يعولون بشكل كبير على جهود الجامعات الفلسطينية في دعم الربط الإلكتروني والاستفادة من التكنولوجيا المتوفرة. أيسر البرغوثي، تلفزيون القدس.